أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج أجندة مفتوحة، يقدمها لكم من القاهرة خالد عز العرب. كيف يمكن النهوض بالاقتصاد المصري؟ نستمع اليوم إلى إجابتين من حزبين يتنافس كل منهما في الانتخابات التشريعية ضمن معسكر مختلف، وسيكون معنا كذلك خبير اقتصادي للتعليق على ما جاء في برامج الأحزاب. نبدأ أولا بحزب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ويمثله معنا اليوم الدكتور سامر سليمان أستاذ الاقتصاد السياسي بالجامعة الأمريكية، ومعنا الدكتور أحمد غنيم وهو الخبير المحايد وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ومن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين معنا الأستاذ عبد الحافظ الصاوي الخبير الاقتصادي وأحد الذين شاركوا في وضع البرنامج الاقتصادي للحزب. أهلا بكم جميعا. يمكنكم أيضا أن تشاركوا معنا في هذا الحوار عبر الهاتف على الرقم 002-022-792-6278 أو على تويتر هاشتاج BBC Open Agenda، ستظهر التفاصيل على الشاشة أمامكم. سوف نحاول أن نتحدث في عدد من المحاور الاقتصادية، لكن نبدأ بما قد يكون أهم المحاور وهو الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص الذي جاء في برامج الحزبين، لأنه يمثل ربما المدخل إلى حل مشاكل أخرى كالبطالة والقضاء على الفقر والتنمية بشكل عام. يعني أنتم كلاكما تحدث عن ضرورة أن يكون للقطاع الخاص والاستثمار دور كبير في دفع عجلة التنمية. ما هي الحوافز التي يمكن أن تقدم للقطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي لجذب الاستثمارات، مع العلم بأننا في مناخ فيه تنافسية من قبل دول كثيرة تمثل مصر وربما تكون جاذبة أكثر للاستثمار؟ دكتور سام. والله المدخل بتاعنا الإصلاح عموما في موضوع الاقتصاد هو إصلاح جهاز الدولة. يعني الرؤية اللي احنا متبنينها ان هو مفيش اقتصاد قطاع خاص بينشط، واعتقد في توافق في الفكر التنموي في 10-15 سنة الاخيرة ان هو مفيش اقتصاد بيقوم على القطاع الخاص بينشط ويحقق نجاح الا في اطار دولة تنموية. بعض الناس بيسموها دولة تنموية، بعض الناس بيسموها حكم رشيد، لكن احنا شايفين القطاع الخاص المصري يعني هو في الاخر دول بني ادمين زيهم زي بني ادمين في الدنيا. طبيعي القطاع الخاص بيدور على الربح، ودي مش مشكله. يعني في طرح اخلاقي، في نقد اخلاقي للرأسمالية المصريه او القطاع الخاص باعتبار ان هو بيدور على مصلحته، مع ان ده طبيعي. يعني هو اللي مش طبيعي ان هو كيف تحقق مصلحتي وتحقق بالزبط في نفس الوقت تشجعها. هي دي اللي بنسميها الدوله التنمويه او الحكم الرشيد او اي مصطلح من المصطلحات دي، ان هو انت بتحط مجموعه من الحوافز والعقوبات والموانع بحيث ان انت بتزقه في اتجاه معين ان هو يخدمك تنمويا. بمعنى تطرحون مجموعه من الحوافز، مجموعه من الحوافز المفصل. طبعا اطلعنا عليها لو سمحت. يعني في طبعا الحوافز الضريبيه، احنا بنتكلم عن ان هو في اهم الحوافز ادوات الضريبيه، انك انت بتقول والله بس ده مش دلوقتي، ده محتاج ان هو يعني هي حزمه متكامله. يعني انا ما فهمته من الدوله التنمويه دي بتقوم على البرنامج الاقتصادي للحزب انكم تفضلون عدم اللجوء للاغراءات الضريبيه، يعني انجاز التعبير، و تعويض ذلك باشكال مختلفه بتحفيزات مختلفه او حوافز في 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 ادوات مختلفه. يعني في ادوات متعدده، بس هي المهم في الموضوع ان هو الضريبه، طبعا الفلسفه الضريبيه اللي احنا واقفين عليها هي ضريبه تصاعديه. الاعفاءات الضريبيه احنا ما بنملهاش، لكن يجوز بس انا بقول ليه مش دلوقتي، ان هو الدوله في حالتها الراهنه هي دوله متراهله فاسده ما عندهاش افق ولا استراتيجيه، بس يجوز في المستقبل انك انت تقول والله انا قطاع اللي عندي ده انا برهن عليه، وبالتالي انا ممكن اشجعه عن طريق مثلا بعض الادوات ان انا اديله قروض ميسره او اديله بعض الاعفاءات الضريبيه المحدوده محدوده المده. ففي ادوات متعدده، منها الاداه الضريبيه، منها الاداه الائتمانيه. في الاهم والاكبر من كل ده كله يعني اللي هي، لكن ما هو الجديد في ذلك يعني إيه؟ اذا سمحت لي، يعني هذه يعني أمور كان من الممكن للحزب الوطني أن يزعم تطبيقها كذلك. الجديد أن هو يعني أنا بنتكلم عن الحكم الرشيد، ده كلمة قديمة، أو بنتكلم عن الديمقراطية كلمة قديمة، بس هي كانت كلمة فارغة المضمون بتتقال وخلاص. إحنا بنتكلم عن الإطباء حقيقي، فما بتقول أنا هشجع القطاع الخاص من خلال حكم القانون، دولة القانون، أن هو
انا بعمل منافسه متكافئه ما بين رجال الاعمال. يعني احنا بنتكلم في البرنامج بتاعنا بنتكلم على المساواه، مش مساواه بين المواطنين بس، بنتكلم على المساواه ما بين رجال الاعمال. بمعنى ان هو النمط اللي كان سائد قبل كده، انت بتتكلم عن شعارات الديمقراطيه والحكم الرشيد، ولكن تحتيها ان هو في مجموعه من المنتفعين اللي بعض الناس سمتها راسماليه المحاسيب. انك انت بعلاقتك الشخصيه بجهاز الحكم او بالسلطه السياسيه بتقدر تاخد قروض مثلا. طيب لو سمحت لي نتحول الاستاذ عبد الحفيظ، بخلاف يعني ما سمعناه من الدكتور سامر، هو يعني يدخل ضمن اصلاح قانوني ويعني مكافحه فساد وضمان ان هناك شفافيه ومساواه بين رجال الاعمال كما قال، هل هناك شيء اضافي تجدونه في يعني تتصورونه لتشجيع الاستثمار؟ يعني بدايه ما قاله الدكتور سامر هو محل اتفاق يعني في كل ما قاله، لكن انا بأضيف ان احنا في تشريحنا الاقتصاد المصري بنجد ان القطاع غير المنظم بيمثل نسبه كبيره من اداء الاقتصاد المصري، وهو قطاع مهضوم وظلم كثيرا، واكبر مظاهر الظلم التي مورست على هذا القطاع هو يعني هدم جسور الثقه بين هذا القطاع وبين مؤسسات الدوله. هل تتحدث عن الصناعات الصغيره والمتوسطه بشكل رئيسي؟ ليس الصناعات، تحدث عن المشروعات ايا كان نوعها، كانت صناعيه، زراعيه، خدميه، صحيح، وحتى بحجم، لكن على هذا الحجم ليس كذلك؟ نعم يعني هذا القطاع، يعني انا مثلا لما انظر الى معدلات التشغيل في القطاعات الثلاثه بجد ان القطاع غير المنظم هو صاحب النصيب الاوفى في توفير العماله في مصر، تصل معدلاته الى حوالي 70%، والقطاع الحكومي حوالي 15%، والقطاع الخاص هذا بحساب الزراعه هذا بحساب، لا يعني انا طبعا الزراعه لان فيها جزء من العاملين بدون اجر، فدول بيستبعدوا من الاحصاءات الاقتصاديه. يمكن اللي بيعملوا في القطاع الزراعي عادة بناخد اللي هم بيتقاضوا أجر، يعني في هذه في إطار الحسابات الاقتصادية. فأنا هنا هذا القطاع لابد أن أقيم جسور الثقة بين هذا القطاع وبين كل مؤسسات الحكومة، لأنه كان ينظر إلى المحليات على أنهم مجموعة من الذين يهاجمونه ويطاردونه في الشوارع وفي الشركات وفي مؤسسات الإنتاج، تحت دعوى عدم الترخيص، تحت دعوى التأمينات، تحت دعوى فرض رسوم أو إتاوات، تحت دعوى الفساد الذي يمارس. لكن هذا القطاع يحتاج بذل جهد كبير جدا حتى نقيم جسور الثقة، وحتى ينتقل من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم، فده هيقدر يخرج لي جزء كبير جدا من دائرة الدخل غير الرسمي إلى الداخل الرسمي، هيساعدني في زيادة معدلات الضرائب، هيساعدني في توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع. من غير المقبول طبعا أن نجد كثير من العاملين مثلا في هذا القطاع لا يحصلون على تأمين صحي ولا تأمين اجتماعي، ولا يتقاضون الأجور المناسبة، ويعملوا عدد ساعات أكبر وفي ظل ظروف تشغيل غير مناسبة. وبالتالي غياب الدولة عن هذه المنظومة أدى إلى حالة من العشوائية في أداء الاقتصاد المصري، ولذلك بنجد المردود من القطاع الرسمي أو من أداء القطاع الحكومي اللي في غالبيته قطاع خدمي بيبقى مردود ضعيف. يعني صحيح. حينما تقارن الناتج المحلي الإجمالي لمصر مثلا اللي بيتراوح بين 220 إلى 250 مليار دولار إلى تركيا التي يصل الناتج المحلي الإجمالي فيها إلى حوالي 730 مليار، على الرغم أن عدد السكان متقارب في الدولتين، وأن هناك تجربة سياسية متميزة في تركيا بدأت في عام 2002 وبدأت مراحل الإصلاح بشكل متقدم. فهذه النقطة نقطة ضرورية جدا. هناك من يرى أن هذا القطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلينا نقول قطاع غير المنظم، لأن إحنا ما نحصره في هذا القطاع، لأن في مثلا قد تأخذ بعض الصناعات حتى في حجم متوسط ولكنه لا يمتلك أوراق ترخيص ولا يمتلك صحيح. سجلات للتأمين وكذا وكذا. نتحدث عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية قطاع الصغر. ككل اسمه قطاع. هذه هي يعني ربما قاطرة التنمية في دولة كمصر، خاصة في مسألة التشغيل. الحزب الديمقراطي الاجتماعي وضع بعض الاقتراحات يعني استثمار أو لتشجيع هذا القطاع، منها إنشاء وزارة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذا لم أكن مخطئا دكتور سامر. دكتور أحمد، هل تعتقد أن يعني بالإضافة إلى ما قاله ممثلة الحزبان، هل هناك أشياء أخرى تعتقد أنه لا بد من الاهتمام بها لتنمية هذا القطاع؟ يعني خليني في البداية أقول أن مش بس حزب الحرية والعدالة والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي متشابهين بشكل كبير في الآراء والرؤية المطروحة، أحب أقول أن أغلبية الأحزاب اللي أنا شفت برامجها بتتلاقى في فكرة
حرية السوق وتشجيع القطاع الخاص والعدالة الاجتماعية. فده شيء مبشر وشيء إيجابي. هناك توافق غاب عن السياسة لكنه ممثل في الاقتصاد. ودي من النقاط اللي الحمد لله هناك اتفاق عليها، يعني زي ما حضرتك قلت بصرف النظر عن ما يجري على الساحة السياسية. ولكن أعيب على كثير من الأحزاب، مش بس الحزبين، إن كلمة رؤية اقتصادية غير موجودة في البرامج. ده عيب يمكن إن 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 الأحزاب وهي بتحط البرامج كانت مركزة على إنها بسرعة تلحق تحط برنامج، كانت مركزة على حتة إنها عايزة ترضي التحرير ومش عايزة تيجي على بعض الأمور الشائكة اللي ممكن تضايق التحرير، فتلاقي كل الأحزاب حطت حد أدنى للأجور وحد أقصى للأجور أو عناوين عريضة عناوين عريضة أو دخلوا في تفاصيل ما لهاش لازمة. يعني حزب الحرية والعدالة دخل في تفاصيل إصلاح دعم الصادرات الذي يمثل 4 مليار دولار أو تحقيق الاكتفاء الذاتي من القطن. يعني بعض الأمور اللي هي لا تطرح في برنامج، وما حدش فينا فكر إن هو يحقق اكتفاء ذاتي في القطن، يمكن القمح لكن كانت خليط غريب من العمومية اللي كل الأحزاب تتفق عليها والخصوصية اللي هي مش مطلوبة في بعض البرامج. حتة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، رجوعا لسؤال حضرتك، في آراء مختلفة فيه، وهو فعلا قاطرة التنمية. كون ان انا بقول انشئ وزارة، انا يعني بشكل شخصي مش متفق مع انشاء وزارة، لان المشروعات الصغيرة المتوسطة دي بتقطع كل المجتمع وكل الصناعات، وبالتالي ازاي هقدر اوفق حاجة زي كده، اعتقد انها صعبة. ولكن في اليات عديدة لتشجيع القطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهناك كثير من السياسات اللي اخذت بها الدول لم تطبق في مصر. هذا إلى حد كبير أخفل من جانب الأحزاب وبرامجها الاقتصادية. لم تطبق في مصر لماذا؟ لعدم علم الحكومة المصرية بها أم لأسباب أخرى؟ لعدم القدرة على التعامل مع هذا القطاع. أولا، بالرغم من أن الحكومات المصرية المتعاقبة قبل الثورة حاولت تعرف هذا القطاع، إلا أن الحكومة كان لها تعريف في القانون اللي طلعته مختلف عن آلية البنوك في التعامل مع القطاعات الصغيرة، المشروعات الصغيرة المتوسطة، مختلف داخل كل قطاع. يعني لو أنا بقول إن مثلا فكرة اللي هو 10 عمال أو 15 عامل أو 20 عامل ده يعتبر مشروع صغير، قد يكون ذلك مشروع صغير في مثلا قطاع الملابس الجاهزة، ولكنه غير صغير في قطاع المنسوجات، وهما الاثنين مع بعض. يعني فآلية التعامل، تعريف القطاع نفسه ما كانتش واضحة وكانت مبهمة. واللي يعرف هذا الكلام هم الناس اللي شغالين في كل قطاع، هو اللي يقدر يحدد يعني ايه مشروع صغير ومتوسط وكيفية النهوض به. في بعض القطاعات آلية النهوض بالمشروعات الصغيرة المتوسطة تتطلب ان انا اديهم الخبرة التكنولوجيا، بعض القطاعات الاخرى ان انا اعمل حضانات احضنهم واخليهم هم ينتجوا، بعض القطاعات الاخرى مشكلة التمويل. هذه الامور ما كانتش واضحة، وما كانش لأن السياسة كانت بتتم بالتعامل مع الكبار، فكان دول مخفلين تماما. لكن السياسات كانت موجودة ولكن ما كانتش بتطبق، وما كانش فيه اهتمام حقيقي، كانت مجرد شعارات سياسية بيتم تطبيقها. لكنك تعتقد أن هناك يعني إمكانية كبيرة لتطور كبير في هذا القطاع؟ بالتأكيد. طيب. بالتأكيد. يعني أنا عندي تعليق بس على كلمة الدكتور أحمد، أن هو قال بشكل عام أن الرؤية غايبة عن برامج الأحزاب. أنا محتاج أسأله قصدك إيه بالرؤية اللي هي غايبة عن برنامج، مثلا برنامج الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. هو فصل بعد كده قال إن هي الرؤية غايبة، وإن في رغبة في الكسب شعبية أو اللي سماها التلاقي مع التحرير. أو أنا شايف إن ده مش غياب للرؤية خالص، ده جزء لا يتجزأ من الرؤية بتاعتنا والفلسفة بتاعتنا. إحنا داخلين على مرحلة جديدة خالص لازم نتكيف معها، كل الأحزاب لازم تتكيف معها. المرحلة الجديدة دي بتقول ان هو زمان كان السياسات الاقتصادية بتعد في الغرف المغلقة ومن جانب الخبراء. دلوقتي احنا في عصر ديمقراطي، عصر ديمقراطي طبعا في بدايته، لكن هنا مفيش حاجة اسمها انك انت بتعمل سياسة اقتصادية بمعزل عن الجماهير.
صحيح. انت محتاج عشان توصل للسلطة اساسا انك انت تحصل على تصويت الناس، لكن على دعمهم. لابد ايضا ان تكون صادقا مع الجماهير، يعني عندما تعد بامور طبعًا. كحدود ادنى للاجور او انفاق على التعليم او الصحة، لابد ان تكون لديك اجابات عن كيفية تمويل هذه 100% 100%. وهو ربما ما غاب عن البرامج، يعني سندخل في التفصيل بتكلفة الامور الشعبوية مرفوضة في يعني الشعبوية انك انت ايه تقول كلام انت مش قده، تدي وعود مش مبنيه على ارقام ومعلومات. احنا البرنامج بتاعنا فيه اتجاه استراتيجي وفي تفصيلات بقدر ان هو ما يرهقش القارئ ده مش متخصص، وفي تفصيلات بقدر ما هو متاح لدينا في حاجات. على فكره في قطاعات احنا خزنه المعلومات مش تحت ايدينا، يعني في ناس ماسكه الخزنه دي وقافله عليها لحد دلوقتي، ففي حاجات مش ممكن تتكلم عنها بشكل جدي الا ما توصل للعلبه اللي مقفوله دي. بس انا اظن ان هو في اتجاه وفي رؤيه، والرؤيه دي مبنيه بشكل اساسي، وده عشان كده عشان يعني توصل للساده المشاهدين ان هو اسم الحزب نفسه الحزب الديمقراطي الاجتماعي، هو بيقوم على الفكره دي ان هو ما فيش فصل ما بين السياسه والاقتصاد، يعني الفصل ده كان موجود زمان، دلوقتي احنا بنبني الاقتصاد بالتواصل مع السياسه وبنكيف السياسه الاقتصاديه بناء على ان في سياسه بتتغير وان في ديمقراطيه، انا بسخر الديمقراطيه لصالح الاقتصاد. يعني طيب. زمان كان القرارات الاقتصاديه بيتخذها فنيين، بتبقى يعني مش مفيش تواصل مع الناس، مفيش قدره على حشد المجتمع لدعم المشروعات الاقتصاديه. احنا في مرحله جديده لو اشتغلنا صح ممكن نعمل مشروعات اقتصاديه، مشروعات نهضويه تقوم على فكره مشاركه الناس. طيب، وبما اننا نتحدث عن الرؤيه، يعني هناك دائما تنافس او صراع بين رؤيتين، الرؤيه التي تريد تشجيع الاستثمار والقطاع الخاص إلى أقصى درجة ممكنة، والرؤية الأخرى التي تريد العدالة الاجتماعية إلى أقصى درجة ممكنة، ودائما الصراع على كيفية التوفيق بين الرؤيتين. كيف يمكن تشجيع رجال الأعمال على سبيل المثال مع الحفاظ على حقوق تضمن للعاملين حياة كريمة؟ هل لديكم تفاصيل؟ يعني أنتم لم تتحدثوا هنا عن حد أدنى للأجور، على الأقل حسب ما رأيت لم تحددوا ما هو الحد الأدنى للأجور الذي تعتقدون أنه سليم. كيف يمكن التوفيق بين هاتين الرؤيتين بشكل عام؟ عندنا الأجور احنا متبنين الفكرة، بس احنا مش ده جزء برضو من قدر العالي من المسؤولية عندنا، ان احنا ما بنزيدش في الموضوع ده. احنا متفقين ان هو الحد الأدنى للأجور ده ممكن يبقى قطاعي، بمعنى ان هو مش بمعنى ان في كل قطاع بيحصل مفاوضات ما بين ثلاث أطراف، رجال الأعمال، العمال، والدولة تكون الطرف الثالث. دي إنما فكرة الحد الأدنى نقول إحنا متبنينها، تفاصيلها وتحصل إزاي دي محتاجة أطراف تتفاوض. إحنا بنحط الترابيزة وبنقعد الأطراف وممكن نوصل، بس بنتفق على المبدأ الأول. فيما يخص حضرتك قلت لماذا ينتخبكم الناخب؟ يعني ما أي حكومة يمكن أن تضع الطرفين على الطاولة ويتناقش؟ الناخب ينتخبني عشان ما هرد على سؤال حضرتك، يمكن ده يمثل بالنسبة لهم عنصر جذب. حضرتك سألتني على مسألة ازاي توفق ما بين اعتبارات العدالة الاجتماعية واعتبارات التنمية الاقتصادية او النمو، تشجيع القطاع الخاص والبحث عن المصالح الأساسية والحقوق الحد الأدنى للناس. انا افتكر ان هو الحزب اللي قادر يقدم توفيق خلاق ما بين الاثنين ده حزب جدير بتأييد الناس، لان هو المساله مش بس توفيق بمعنى ان انا ايه بحاول اخد من ده شويه وده شويه عشان امشي، لا ده انا كمان بسخر العداله الاجتماعيه لصالح النهضه ولصالح التنميه والعكس. بمعنى ادي مثال كده عملي عشان يوضح للساده المشاهدين، احنا تخيلنا ان جزء من الاداء التنموي ضعيف في مصر ان هو قيم العمل مش موجوده، مش محترمه، الاداء الانتاجيه بتاعه العامل المصري مش موجوده. هنا ما بنتكلم عن حقوق العمل المصري، ما بنتكلم على ان هو بنوصل لصيغه تفاوض جماعي ما بين العمال ورجال الاعمال، ان يبقى في صيغه مرضيه لشروط العمل والاجور والحاجات اللي زي كده، انت بتوفر البيئه الضامنه الناس تشتغل كويس. ده مثال مثلا. طيب. يعني اذا سمحت لي انتقل للاستاذ عبد الحافظ، انتم تطرحون حدا ادنى للاجور عند 1200 حد أدنى الأجور عند 1200 جنيه تطبق على 5 سنوات كما فهمت من البرنامج، كيف وصلتم إلى هذا الرقم؟ طيب، هو بداية بس قبل أن أدخل في الإجابة على هذا السؤال، هو لعل دكتور أحمد قرأ البرنامج الانتخابي ولم يقرأ البرنامج الحزبي، وفي فرق بين البرنامج الحزبي والبرنامج الانتخابي. رؤيتنا الاقتصادية عنوان فرعي داخل برنامج حزب الحرية والعدالة، ولم نتركه عنوان فارغ بلا مضمون، ولكن
وضعنا أسس لهذه الرؤية ووضعنا مستهدفات لهذه الرؤية أيضا. أنتقد على سبيل المثال حديثكم عن أسس رؤيتنا الاكتفاء الذاتي من القطن، لماذا يعني لماذا اخترتم هذه يعني السنة؟ أظن إحنا قلنا الاكتفاء الذاتي من القمح وليس من القطن. مكتوبة القمح أعتقد أنها القمح والقطن والسكر. لأن أصلا الدراسات الموجودة عن هذا القطاع بتقول إيه؟ أنا دلوقتي لما بالنسبة للقمح كسلعة استراتيجية أنا بنتج 50% من احتياجاتي وبعتمد على الاستيراد. لا على القمح. طب لحظة، الحديث عن القطن. الحديث عن القطن الآن أنا كان عندي سلعة استراتيجية فرضت فيها بشكل كبير جدا في ظل تطبيق التخلي عن دعم المزارعين والاحتكارات التي تمت في تجارة القطن بشكل يعني أزهد المزارعين في زراعة القطن. أنا حينما أنظر إلى القطن أنظر إليه لأنه محصول قومي بيشغل عدد كبير من العمالة وليست فلسفته فقط في أنه مشروع مد خام. أنا عاوز أنتقل من هذا المنتج اللي بيزرعه جزء كبير جدا في مصر ولنا فيه نقدر أقول كمان ميزة تنافسية مش ميزة نسبية، أن أنا أنتقل به من مد خام اللي نحقق فيه قيمة مضافة عالية، أن أنا أنتقل به إلى مراحل الحلقة إلى مراحل الغز إلى مثلا النسيج إلى مسألة صناعة الملبوسات اللي أنا دلوقتي أصبحت رغم من أنها صناعة قديمة من أيام محمد علي لكن أنا للأسف الشديد بتزاحمني كثير من الصناعات داخل مصر في ظل غياب تبني طبعا مش نقعد نقول كل حاجة الحكومة السابقة للاستفادة من الفترة الانتقالية من 1995 إلى 2005 اللي ألغي فيها نظام الحصص ورفع فيها الجمارك عن صناعة النسيج والملبوسات فلم يتم أي تطوير ولكن قد يكون هناك تطوير في إطار نظري في إطار مؤتمرات في إطار دراسات لكن لو كان هذا القطاع يعني تبنته الدولة وتبناه مجتمع الأعمال على أنه قطاع لابد أن ينافس خلال الفترة القادمة وخاصة بالقطن فبالتالي حينما تنحدر كمية الإنتاج القطن من 750 ألف قنطار إلى 225 ألف قنطار يعني يمكن السنة دي زاد بمعدل حوالي 425 فأنا بنظر إليه على أنه محصول قادر على تشغيل عدد كبير في كل مراحله هذا وخطة التنمية الآن مسألة القطن. لو سمحت لي في أقل من دقيقتين قبل أن نأخذ فاصلا بالنسبة للحد الأدنى للأجور كيف وصلتم إلى هذا يعني الرقم؟ إحنا الآن هو كانت العبرة في الحديث عن حجم الإنفاق اللي بنقيم فيه خط الفقر. أنا عندي معيارين معيار دولار وربع فيما أقل وعندي 2 دولار فيما أقل فلو خدت الاثنين دولار وضربتها في عدد أيام السنة وشفت الأسرة بتكون من كم فرد فأقدر أقول فإحنا قلنا إن 750 جنيه اللي توضع في البداية وعلى مدار الخمس سنوات نوصل ل 1200 جنيه لاعتبارات أننا ورثنا موازنة ملبدة أو ملغمة بالكثير من المشكلات التي تحتاج إلى نفس طويل في التعامل معها مثل قضية العجز مثل قضية الدين العام مثل قضية إعادة هيكلة الموازنة بشكل عام وبند الأجور يعني أيضا حينما نتحدث عن الأجور التي وصلت إلى قرابة 105 مليار في موازنة 11-12 لازلنا نتحدث عن عامل يحصل على 225 جنيه أو 250 جنيه وآخرين يعني يحصلون تأثير على تأثير ذلك على أصحاب العمل يعني نعم تأثير ذلك على أصحاب العمل أنا هنا أفرق بين أنا هنا إحنا تحدثنا عن الحد الأدنى والأقصى في القطاع الحكومي والقطاع العام أما بالنسبة للقطاع الخاص فلا نتحدث عن حد أقصى ولكن نتحدث حد أدنى لأن ده مستوى أقل لازم أن يتوفر تأثير ذلك على أصحاب العمل وعلى التضخم يعني زي ما قال الدكتور سامر إحنا عاوزين نتعامل مع الاقتصاد على إنه فاعلية مجتمعية يعني الناس متخيلة إن أي حزب هيجي هيدوس على زرار كده هنبقى دولة متقدمة أو إحنا معانا مثلا شوربة الشيخ عفريت الناس هتشربها هتبقى تحل مشكلة الفقر والبطالة لا أنت عندك كم من الدراسات ويمكن الزملاء الأساتذة الأفاضل يشاركوا في كثير من هذه الدراسات المتعلقة في الفقر في البطالة بتطوير القطاعات يستفاد من هذا الأمر ولكن عليك أن تأخذ الوقت في الاعتبار فاصلاً سوف نعود مرة أخرى إليك لكن بعد هذا الفاصل ابقى معنا للمشاركة في نقطة حوار اتصلوا بنا عبر الرسائل النصية SMS على رقم 4479-0004-0407 الهواتف الأرضية على رقم 44-2077-650-211 الهواتف المحمولة وكاميرا الموبايل بالصوت والصورة بكاميرا الويب كام صفحات تويتر وفيسبوك زوروا موقعنا على الإنترنت bbcarabic.com
أهلا بكم من جديد مشاهدي ومستمعي بي بي سي إلى هذه الحلقة من أجندة مفتوحة التي نحاول فيها أن نجيب على سؤال بسيط: كيف ننهض بالاقتصاد المصري؟ لكن الإجابة يقدمها لنا حزبان، حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وكل من الحزبين ينتميان إلى معسكر مضاد في الانتخابات المصرية، ويحكم بين الحزبين الدكتور أحمد غنيم الأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، والذي تعرض للانتقاد من الطرفين خلال الفقرة السابقة. تذكير بس صحيح، تفضل دكتور. يعني دكتور سامر قال ما أقصد بالرؤية. أنا أقصد بالرؤية أن أنا لما أبص على برنامج حزب ما أعرف أن في اتجاه معين. إحساسي أن كل الأحزاب بتتبع نفس المنهج أو نفس الرؤية، اللي هي زي ما قلنا حرية اقتصادية مع تحقيق عدالة اجتماعية. طيب إيه الرؤية غايبة فين في رأيي؟ الرؤية غايبة في عدم وجود سياسات. يعني ما شفتش حزب، وأنا قبل ما نخش التسجيل قلت للدكتور سامن يمكن أكتر حزب، وهذه ليست مجاملة، شفته مفصل الرؤية بتاعته هو الحزب الديمقراطي الاجتماعي، لكن ما شفتش حزب بيقول لي طب عايز ايه من السياسة النقدية، تهدف لإيه، هل هي استهداف تضخم، هل هي حفاظ على سعر صرف معين. ما شفتش بيقول لي السياسة المالية ايه المقصود بيها، يحقق الموازنة العجز في 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 نسبة قد ايه. لم نرى شرائح ضريبية حتى من الأحزاب، وما شفتش يعني. ايه القطاعات، هل انت عندك سياسة قطاعية عايز ان انت تركز على قطاع الصناعة في قطاعات معينة جواها، ولا تستهدف سياسة بتحط كل حاجة زي ما هي بيئة الاستثمار. هذه الأمور بالتفصيل كنت أرغب أني أشوفها بقدر من التفصيل. طيب أنا برضو أكمل بس الطرفان جاء بهما. يعني أنا عندي عنوان اسمه سياسة. ده دكتور أحمد. الأستاذ عبد الحافظ قال أنا بصيت على البرنامج الانتخابي وليس البرنامج الحزبي. أنا بصيت على البرنامج اللي جالي، وحتى لو كنت بصيت على البرنامج الانتخابي فالمفروض أنه بيعكس رؤية البرنامج الحزبي. إجابة حضرتك على حتة الاكتفاء الذاتي من القطن، حقيقة الأمر إنها يعني ما أسعفتنيش بالرد اللي أنا كنت متوقعه، لأن يعني ما هم عالمين بقطاع القطن يعرفوا إن القطن المصري طويل التيلة، جيزة 67 وجيزة 66، ده بيدخل فيه أشياء معينة مكلف مش كل المكان بيسمح بيه، وبالتالي حينما أرغب في النهضة بهذا القطاع، وأنا بتفق مع حضرتك تماما، لكن ليس بالضرورة أن كلمة أحقق اكتفاء ذاتي فيه، لأن هذه في كثير من الأحيان قد تكون تكلفة اقتصادية غير مبررة. النقطة الثانية أن في بعض الأمور حضرتك ذكرتها، يعني ما هي في سياسات حقيقية ما تمش تطوير القطاع فيها، لكن لم يتم رفع الجمارك على الإطلاق. يعني تم إن إلغاء الحصص ولكن الجمارك ما زالت موجودة. لكن ما المشكلة في السعي إلى تحقيق اكتفاء ذاتي؟ لأن من ناحية الاقتصادية أنا لازم أبص إيه هي تكلفة الفرصة البديلة، إيه هي التكلفة اللي أنا ممكن أعملها علشان أحقق اكتفاء ذاتي. ماذا يعني تكلفة الفرصة البديلة؟ بمعنى أنا على سبيل المثال عشان أحقق اكتفاء ذاتي من القمح، إيه اللي هيحصل لي؟ إن أنا هضحي ببعض القطاعات الأخرى الإنتاجية، المحصولات كان ممكن أصدرها بقيمة أعلى وأستخدم الفلوس علشان أستورد قمح. في حالة القمح دي سلعة استراتيجية، وبالتالي التضحية مطلوبة عشان أحقق اكتفاء ذاتي في ظل شعب أكتر بلد بتستورد قمح في العالم. لكن في ظل قطن لا أرى هذه، بمعنى أن المياه التي ستذهب لتروي هذا القطن أو الأرض يمكن أن تستغل في شيء آخر يكون أفيد اقتصاديا. يعني نفس فكرة الرز إحنا بنحقق اكتفاء ذاتي، ولكن الحكومة بعد الثورة أو قبل الثورة بشوية اكتشفوا إن إحنا بنصدر مية ما بنصدرش رز بس، وبالتالي اتخذت إجراءات لأشياء كثيرة تهدف إلى الحد من ذلك. اللي أقصده إيه؟ إن البرامج اللي شفتها في بعض الأحيان بيبقى عندها الرؤية ولكن ما بتربطش. يعني حتة الأجور، حد الأدنى للأجور، أرغب أني أرى كلمة إنتاجية. هذه الكلمة لم أسمعها بعد الثورة خالص، ولا ربط الأجر بالإنتاجية. ما ينفعش أن أنا لو إحنا بنقول الاجتماع مع الاقتصاد مع السياسة أني أحفز زيارة الأجور وأربطها بالإنتاجية.
هذه أمور كان يجب التبحر فيها من جانب الـ 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 الأحزاب كلها وليس الحزبين الموجودين اللي هم قاعدين متربصين ليا دلوقتي في الشارع صاحب حافظ ماسكين كل واحد فيهم البرنامج. طيب ممكن يعني صحيح لكن لا نريد ان نستهلك كل الحلقه في هذا النقاش يعني انا بتقييم برنامج فنقول يعني معلش. طيب لكن فقط لو انتقلنا الى مساله اخرى وهي العداله الاجتماعيه والتي يعني تاخذ نصيبا كبيرا من الحديث في البرنامجين. الحزب الديمقراطي الاجتماعي وكذلك الحرية والعدالة كلاكما يتحدثان عن توسيع شبكة الضمان الاجتماعي. ما تكلفة هذا الأمر وكيف يمكن توفير هذه التكلفة؟ طيب معلش انا هشاغب بس في نقطة صغيرة اسمح لي استمر المشاغبة طويلة يعني. هو بس تصحيح المعلومة ان هو يعني الدكتور احمد كان بيتكلم عن غياب الرؤية بمعنى غياب السياسات. بالتالي الرؤية من غير السياسات، الرؤية دي هي الفلسفة العامة والاتجاه الاستراتيجي. انت بتطبقه ازاي؟ احنا على فكرة البرنامج متقسم هي دايما كل فقرة كل فصل هو فلسفة الحزب سياسات الحزب، فلسفة الحزب سياسات الحزب. ففي كمان اللي هو السياسة النقدية وتطوير القطاع المالي مثلا، ده في بتاع ده. طب يعني بما انكم مصرون على الدخول في هذه النقطة هناك مسألة كنت اريد تنشيلها. انا هرجع لكلام حضرتك انا اسف. رجوعا للموضوع العدالة الاجتماعية. موضوع العدالة الاجتماعية ده يعني عمود فقري في البرنامج بتاعنا. وفي زي ما قلت حضرتك اسم الحزب نفسه الديمقراطي الاجتماعي. فهو الفكرة الأساسية ان هو الدولة في السنين اللي فاتت كانت مقصرة جدا في موضوع العدالة الاجتماعية. الدولة كانت مقصرة مش بس الانحيازات الاجتماعية، مش بس يعني في نظرية ان هو كان في مجموعة رجال الأعمال مسيطرة على السلطة، ده كان حقيقي يعني في عصر مبارك في السنين الأخيرة بتاعته حصل نوع من أنواع الاختطاف للسلطة السياسية من جانب مجموعة من رجال الأعمال، ده حقيقي. بس القضيه اكبر من كده ان هو بمعنى ايه، ان هو عشان تجيب موارد للدوله ده بقى التكلفه، الكلام اللي بنقوله ان هو هتصرف على التعليم اكتر، هتصرف على الصحه اكتر، محتاج تجيب موارد. طب الموارد دي هتجيبها ازاي؟ الموارد دي ببساطه شديده جدا احنا عندنا نسب تهرب ضريبي عاليه في مصر. نسب التهرب الضريبي دي انت بتحكمها ازاي؟ يعني كان الخط الاساسي بتاع الدكتور يوسف بطرس غالي ومن قبليه الدكتور مدحت حسنين في الاصلاح المالي في وزاره الماليه انك انت بتخفض الضرايب عشان تشجع الناس على انها تدفع، لانك انت بتقول له يعني زمان كان 40% فبتقول له انت زعلان من 40% طبعا انا هنزلهم لك 20 بس تدفع. النتائج السياسه دي ابتدى القانون الضريبي اصلاح الضريبي يطبق من 2006. ما تشوف الارقام حضرتك اللي هي بتاعت كيف انعكس ذلك على الايرادات الضريبيه محدوده جدا. ليه؟ لان القضيه مش بس ان انا يعني ان انا بقول له هات 40%، القضيه ان انا هو مش واثق فيا اساسا ان انا باخد الفلوس بتاعته دي وبنفقها بشكل رشيد وبشكل امين، هو مش حاسس بالخدمات اللي بتجيله في مقابل هذه. اذا سمحت لي العداله الاجتماعيه هناك مورد اخر تريد الحديث عنه بخلاف مساله سد التهرب الضريبي وزياده ربما الشرائح الضريبيه؟ هو ده العنصر الوحيد، هذا هو العنصر الاساسي لتنمية. طيب هل انتم معتمدون على دراسات تؤكد ان سد الفجوات في التهرب الضريبي او يعني فرض شرائح اعلى من الضرائب ستؤدي الى زياده الموارد بالارقام الفلانيه بما يسمح بالانفاق على البرامج التي تطرحونها؟ يعني أم انها مجرد يعني 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 لا تنبؤات يعني ما تنبؤات بناء على ايه يعني؟ لو هل هي بناء على ارقام؟ بناء عندنا ارقام طبعا عندنا ارقام، بس بقول لحضرتك في ارقام. طيب مش متوفره. ما هي شرائح ضريبيه التي تريدون؟ اقول لحضرتك مثلا في مثلا في مساله بنتكلم عن موارد الدوله، الدوله عندها مشكله موارد، عندها ازمه ماليه. صحيح. بقى لنا من عصر مبارك ده في جزء من الموضوع مثلا الصناديق الخاصه. الصناديق الخاصه ما حدش يطلب مني كحزب. هذه بخلاف الضرائب. احنا نتحدث عن الضرائب الان، كم ما هي الشرائح التي تريدون فرضها في الضرائب؟ احنا اتكلمنا عن ضريبه تصاعديه توصل ل 35%. يعني ده 35% على كم؟ ما هو الدخل الذي تصل اليه 35%؟ 35% ده الحد الاقصى للدخل، يعني بنتكلم على الشريحه العليا. الحقيقه ما حددناهاش يعني، بس احنا بنتكلم على الشريحه. هذه هي يعني هذه هي بالتحديد المساله ربما، وانتم ايضا لم ارى على الاقل في البرنامج اي تحديد للشرائح الضريبيه، انه في كيف يمكن الحديث عن زياده الانفاق على التعليم، على الصحه، على المعاشات، على الضمان الاجتماعي دون ان يكون هذا منعكسا في ايرادات ستدخل الى الدوله؟ برضو معلش أزنك في أكثر أقل من ثانية. لا السياسات الاقتصادية احنا أفرادنا هو السياسات المالية، وقلنا هنعمل إيه فيما يتعلق بالعجز وفيما يتعلق بترشيد الإنفاق والدين العام. طيب ما هذا هو سؤال، ماذا استفعلون بالنسبة للضرائب؟ في عنوان تاني هو عن السياسات النقدية
ودور البنك المركزي في مواجهة التضخم وسعر الصرف. طيب دعك من العناوين كل المشاهدين الآن، ما هي الضرائب التي ستفرضونها؟ السياسات التجارية الداخلية والخارجية. عظيم. فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية أيضا تطرقنا إليها. أنا فيما يتعلق بتمويل موارد الدولة، يعني النقطة المحورية اللي احنا بنتكلم عليها، بنتكلم على إعادة هيكلة الإنفاق في المصنع العام للدولة. لأن أنا بجد الموازنة المصرية منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي 91-92 أنها تحولت إلى موازنة استهلاكية، وفي نفس الوقت يتزايد حجم الدين المحلي بشكل كبير. عندما تقول إعادة هيكلة معنى ذلك أنكم لن تغيروا من حجم الإيرادات الداخلية؟ يعني هناك دراسات تقول أن هذا المبلغ المرصود في الموازنة العامة يكفي لحد أدنى وحد أقصى للعاملين في القطاع العام والحكومي في إطار المخصصات. وإنفاق على التعليم وإنفاق على الصحة. نحن عندنا نقطة تميز فيما يتعلق بهذا الإنفاق، وهي نحن طرحنا استخدام آليتي الوقف والزكاة بطريقة مؤسسية عصرية تناسب احتياجات المجتمع. كم ستوفر هذه المواد؟ وترتبط بالخطة العامة للدولة. بمعنى ايه؟ نعم. لا اشرح لك الفكرة. اصلنا نتحدث عن الاقتصاد، دعنا نتحدث بالارقام. كم نعم. ستوفر الزكاة والوقف؟ يعني انا الان كانت عندي دراسة في المعونة الامريكية في 2005 كانت بتقول ان العائد المقدر ده مسح ميداني، مش ناس قاعدة كتبت اي كلام، على مجموعة من الاسر ممثلة لقطاعات المجتمع المصري، قالت انها تقدر للناس اللي قابلوا ان يفصحوا عن حجم الزكاة انها 5 مليار جنيه. في بعض الدراسات بتقول انه 17 مليار جنيه. طيب. لكن هي العبرة هنا في إيه؟ إن أنا هستخدم الزكاة كأداة مالية تخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة. بمعنى أنا عندي 6% من المواطنين المصريين بيصنفوا على أنهم في إطار الفقر المضجع، فده هيغطى في بند الفقراء والمساكين، لازم أسمح له بحد من الطعام والشراب يكفي أدميته. الجزء الثاني في إيرادات هذه المؤسسة كانت الوقف أو الزكاة هيغطي احتياجات الفقراء من التعليم، من الصحة. ليس هو المورد الوحيد. الحكومة هي التي تفصل الزكاة. ما أنا هقول لك أنا نحن بصدد يعني وضع تشريع ينظم جمع الزكاة على أن يكون هناك صندوق مركزي تتبعه صناديق فرعية في المحافظات، على أن يكون هناك إقرار زكوي مثل الإقرار الضريبي، يستفيد من الزكاة جميع مواطني المجتمع المصري بغض النظر هم مسلمين أو مسيحيين. هذا مش مزايدة سياسية، اسمعني بس. السلطة التنفيذية. أكمل. هو أولا يصدر أولا بتشريع، ثم تبدأ السلطة التنفيذية في تنفيذه. هناك صورتين للتنفيذ، إما أنه يتبع وزارة المالية لكن يكون له استقلال مالي وإداري كما هو الوضع في الهيئات الاقتصادية. يعني الهيئات الاقتصادية ترتبط بالموازنة العامة في إطار العجز والفائض، لكنها بعيدة عن الموازنة في هذا الأمر. النقطة الثانية ان انا في هاجي اشوف موارد الزكاة واشوف احتياجات مثلا المحافظات الاشد فقر. انا طبعا هاجي في محافظة سين بيعطى المزكي 25% من الايرادات الزكاة الخاصة بي، يوزعها على الاقارب وذوي القربة، وبيورد 75% للصندوق المحلي. الصندوق المحلي بينفق ما نسبته 75% في المحافظة و25% للصندوق المركزي. الصندوق المركزي ده بيعالج نسب الفقر المتفاوتة في، يعني عندي قضايا كثيرة تستحق هذا، زي قضية التسرب من التعليم لأسباب اقتصادية واجتماعية، عندي العجز في المياه النقية للشرب الصحي، عندي قضية التقزم اللي بيعاني منها الأطفال، عندي المشكلات اللي بتعاني منها الأمهات الحوامل في الريف والمناطق العشوائية، عند القصور في دور الحضانة، كل هذا بندرج تحت بند وفي سبيل الله. طيب. الوقف أيضا له نفس الآلية. طيب. ولكنه سيتوسع ليستفيد من هذا الحجم الضخم. بين هذا والضرائب، هل هناك سيؤثر ذلك على الضرائب؟ يعني هقول لك الآن مشكلتنا في النظام الضريبي في مصر أنه كانت أزمة ثقة بين الممولين وبين الحكومة. عظيم. لأنهم لم يجدوا أثر لهذا الإنفاق الضريبي أو لهذا الإيراد الضريبي على أدائهم الاقتصادي، بل كانت الحكومة بتديره بشكل إدارة مؤسسات الدولة في إطار أن الولاء مقابل العطاء. عظيم. خلاص. لكن حينما يشعر المواطن أن الإيراد الضريبي يتم إنفاقه على تيسير نشاطه الاقتصادي ووجد مردود اجتماعي داخل المجتمع المصري، بلا شك لن يتأثر. هي الفرق بين الضرائب والزكاة إيه؟ إن أنا في الضرائب حينما أحصل الضرائب وأعيد إنفاقها من خلال موارد الموازنة يستفيد من الغني والفقير. أنتم تطرحون الزكاة كبديل عن الضرائب؟ ليس بديل، كبديل. لا أداة تكميلية. عظيم. ليه؟ إذن لأن الضرائب مرتبطة بطبيعة النشاط الاقتصادي. عظيم. قد يرتفع وقد ينخفض في أعباء اجتماعية، لكن الزكاة الدولة تحسن اقتصادها ساء اقتصادها في زكاة بتفرض لأن في أغنياء حتى لو كان حجمهم قليل. لكي أتأكد أنني فهمت ما تقوله بشكل سليم، الزكاة هذه أمر منفصل
قد ينفق منها على او سينفق منها وبشكل منظم ربما ومقنن، مش ربما على لا ده ان لم يكن يعني منظم فلن نخوضه كما تطرحونه كما تطرحونه ربما بمعنى انه لو نفذ ما تطرحون. لا يعني انت عندك تجربه يعني بس داني عندك تجربه في ماليزيا، احنا مش جايبين حاجه ما حصلتش في العالم. تجربه من سنه من ماليزيا من 91 خدت مؤتمر واحد فقط عقد دعت اليه الاقتصاديين والشرعيين وخرب فكره الصندوق المركزي وتم تطبيقها. لكن هي الفرق ايه؟ ان ماليزيا تركت دفع الزكاه اختياري. طيب احنا شايفين انه يبقى الزام. طيب هذه يعني سوف تكون هناك نقاط عديده، لكن فقط لكي تتضح الصوره، الزكاه هذه في محور لا علاقه له بالموازنه العامه للدوله والوقف لا علاقه له بالموازنه العامه للدوله، له علاقه بالخطه العامه للدوله، لان الموازنه هي البرنامج المالي للخطه. إذا بمعنى أنه هو في ارتباط عندما تضع الموازنة ستقول أنني لن أحتاج يعني إلى يعني أنا حينما مخصصات التعليم بشكل كبير على التعليم لأن هناك الزكاة حينما أجد من الزكاة ما يغطي نفقات التعليم في مناطق ما كذا وكذا وكذا، فبالتالي ده هيؤثر على حجم المخصص من التعليم أو عيد توجيهه إلى البحث العلمي اللي إحنا بنعاني من عجز كبير جدا فيه. هكذا فهم دكتور أحمد بنين. طيب يعني دكتور أحمد بنين ثم طيب أنا عشان ما زعلش حد مني أنا بس سأنسحب خلاص. لا دكتور أحمد لا خلاص، هي الفكرة بس في اللي قال الأستاذ عبد الحافظ. أعتقد إن أنا مش متخصص في الأمور الدينية، ولكن حينما أنا بفكر من ناحية الاقتصادية حينما أجبر شخص ما على زي ما حضرتك قلت على توقيع إقرار زكاة زي الإقرار الضريبي اللي كلنا بنقلق منه ويعني بيبقى مشكلة في كتابته، أعتقد أن لو أنا قننت هذا الموضوع وأجبرت المواطن على توقيع إقرار زكاة هيحصل تهرب زكاة من القنوات الشرعية زي ما بيحصل تهرب من القنوات الضريبية. بالإضافة أن الزكاة ده أمر بيني وبين ربنا في طواعية أن أنا هخرج الزكاة أخرجها زي ما أنا عايز في القنوات اللي حددها الشرع، وبالتالي حينما تجبرني كسلطة تنفيذية أيا ما كانت هذه السلطة، سلطة دينية سلطة ملائكية، أعتقد أن فيها نوع من الإجحاف بحقي أنا كمواطن أني أخرج الزكاة في القنوات اللي أنا أريد أن أخرجها فيها طالما هي وفقا لشرع الله. بالمناسبة سؤال سريع، يعني ماذا رأي عن شخصي؟ المصريين غير المسلمين؟ العشر مثلا هجبر اسمعني حاضر، هل سيكون الزكاة؟ هذه ليست مزايدة سياسية. سيدنا عمر حينما وجد الشيخ اليهودي يتسول يدفع الجزية قال لا خير فينا إن أكلنا شبيبته وتركناه في شيبته وترك ليه مرتب، فبالتالي الزكاة يؤخذ تعطى لفقراء غير المسلمين مش السؤال هقول لك بالراحة. يعني إذا أراد الإخوة المسيحيون أن يشتركوا في صندوق الزكاة أهلا وسهلا، إذا أردنا أن نشرك المؤسسة المسيحية أيضا لأنه عنده العشور وعنده البكور كإيرادات خيرية أنه أيضا ترتبط بالخطة العامة للدولة يستفيد منه المسلم ويستفيد منه المسيح. يعني أسأل السؤال بشكل مختلف، أنا كمسلم سوف أدفع ضرائب وسوف أدفع زكاة، لا ما نقول لحضرتك غير المسلم سوف يدفع ضرائب فقط ثم نستفيد كلنا من الضرائب والزكاة. هقول لحضرتك أنا ممكن في المرحلة الأولى أكتفي بأن أخصم ما يدفع للزكاة من الوعاء الضريبي لان هي فيها فلسفه يعني يمكن أن فلسفه أن هذا هو الطرح لا يعني. هذا هو الطرح ليه؟ لان انا هدي فلسفه لمعالجه مشكله الفقر. انا قلت لحضرتك هو انا دلوقتي بصرف على التعليم 57 مليار كده اصبحت بديل دقيقة عن الضرائب. دقيقة لا ليست بديل، انها بالموازنه. انت الان في دوله بتعاني من مشكلات ضخمه، يعني ايه تقسم الزكاه من وعاء الضريبه؟ من هو يعني انا بدفع 100 جنيه دفعت الزكاه 25 جنيه يبقى ادفع 75 جنيه للضريبه ليه؟ ما انا هقول لك لا 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 ده اعاده توظيف. ليه؟ لاني انا مثلا دلوقتي بنفق 57 مليار على التعليم، هل استطيع ان امنع اي غني من الاغنياء ان ابنه يتعلم في مدرسه عامه او في جامعه عامه؟ حقه بيدفع ضرائب، لكن الزكاه بتعطى لمين؟ للفقراء. يعني احنا شوف استاذ عبد الخالق فقط يعني فكره البنوك الاسلاميه للزكاه، فكره البنوك الاسلاميه بدات بهذه الجدليه، يعني انه الاقتصاد بغير بنوك ولا بنوك بغير ربا، وقالوا خلاص مش كذا. لا انا اقول لك بالتفصيل، لا انا اتحدث عن نموذج نموذج موجود في ماليزيا مطبق. انا ما بقولش ان احنا نستنسخ التجربه، قلت انه لكن في نستفيد منها ليه؟ المساله مختلفه. لا لانه برضه هو انا هنا عندي مشكله معقده اسمها مشكله الفقر، عندي مشكله مش اسمها مشكله البطاله. الفقهاء قالوا يجوز ان يعطى العبد المحترف احتياجاته من الزكاه عشان يجيب الات الحرف. كيف تجبرني انا هي لحظه يا دكتور احمد، انا هقول لحضرتك حكايه الاجبار دي مش من عندي ولا من عند اي حد.
ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم. الفقهاء قالوا هنا ان الامر هنا على سبيل الوجوب، ده اللي عمله النبي عليه الصلاه والسلام انه جمع الزكاه والزعها، ده اللي عمله سيدنا ابو بكر. لحظه حدث الان عن علاقه هذا يعني بالضرائب. انا بقول لك اهو، انت الان انا لا استطيع ان استغني عن اليه الضرائب في ظل الاحتياجات الدوله الشديده الان. طيب وعلاقه الزكاه دعنا ننتقل الى نقطه اخرى لاننا يعني استهلكنا كثير من الوقت. طيب تفضل. عندي الحقيقه طبعا هو انا الحقيقه انا مش عارف ايه الفرق هنا ما بين الضريبه والزكاه. يعني هو دايما المجتمع المصري على فكره مجتمع تضامني، يعني من زمان واحنا عندنا فقراء والناس بتساعد بعض، يعني دي صدقات اللي هي مش ملزمه، انا واحد عايز اعمل خير بعمله. فانا مش فاهم فعلا، ده سؤال بوجهه للاخوه في حزب الحريه والعداله، ايه الاضافه للدوله ممكن تعمله هنا؟ تاني حاجه اللي هو الضريبه هي الزكاه، بس هي اختلاف مسميات. ما انت لو خدت قرضيه واحده، انا مش عارف الفرق ايه. انا الضريبه هي الزاميه، انا باخد من مواطن بقول له انت مكلف انك تدفع كذا، ده مش برغبتك، ما هي دي الضريبه. ايه الفرق ما بين الضريبه وبين الزكاه؟ انا مش فاهم. طالما هي يعني الفرق اللي قاله الاخ العزيز هو ان هو المصارف بتاعتها هتبقى موجهه للفقراء بس. يعني الزكاه يعني كاننا بنخلق موازنة الفقراء. طب ما هي الموازنة العامة للدولة فيها بنود كتير جدا لخدمة الفقراء. ما هو الجديد في الموضوع؟ أنا مش فاهم. لا، الجديد في الموضوع إن أنا بقول إن الضرائب بتختلف إرادة وإنفاقا عن الزكاة تماما. أنا قلت المثال اللي بقوله حضرتك هو أنا حينما أجمع ضرائب ويحصل عملية إنفاق فيستفيد من كل الخدمات اللي بتقدمها الدولة الغني والفقير. لكن حينما الزكاة محددة كإيراد بنص وكنفقات بنص، وبالتالي بيستفيد منها الفقراء اللي بيصلوا لحوالي 42%. لحظه بس، ما انا لا هنا في نوع هل هذا يعني هل هذه هي سياسه حزب الحريه والعداله؟ لان بصراحه هذه اول مره اسمع عنها كسياسه ثابته. هل هي سياسه الحريه والعداله بانه محاوله اصدار تشريع لجعل الزكاه اجباريه؟ ده احنا مش بنخترع العجله. لا عظيم، ده أنا أسأل سؤال، هل هذه هي سياسة الحرية العدالة؟ طيب السؤال بسيط يعني. يوم في أيام الدكتور مدحت حسنين تقدم إلى مركز صالح كامل الاقتصاد الإسلامي وطلب أن يصدر تشريع للزكاة، وبالفعل اتعمل مشروع قانون للزكاة وقدم، لكن لأسباب سياسية تركنا على جنب. طيب الآن تريدون يعني طرح مشروع لجعل الزكاة إجبارية؟ طبعا. أوكي، طيب دعنا ننتقل إلى نقطة أخرى. لأنه دي نقطة مهمة أستاذ خالد، إن أمر مثل هذا يجب أن يطرح منذ البداية، لأن أنا أول مرة أسمع عنه من الأستاذ عبد الحافظ دلوقتي، لم أسمع عنه من قبل. وفي البرنامج الاقتصادي لحزب الحرية والعدالة ليس بهذا الوضوح أنه سوف يكون إجباريا. الزكاة ليست من قبيل الإحسان، ولكنها تدور في إطار الحق والواجب. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل سيدنا معاذ بن جبل لأهل اليمن قال له أعلمهم أن في أموال أغنيائهم حق للفقراء. السؤال لماذا لم تقولوا ذلك بشكل واضح في البرنامج؟ موجود في البرنامج. ليس موجود في البرنامج الناس تكون إجبارية. أنا ما كنت اسمعني. إحنا كنا حينما وضعنا هذا البرنامج كان كل تحت أي عنوان في المجتمع عاوز تفضيل عشان تشوف البرنامج كبير. يعني إحنا ما كناش حتى موافقين، لكن كل بيقول لك إيه، حدد لي هوية الدولة، هتعمل إيه مع مؤسسة الأزهر، هتعمل إيه مع المؤسسة الإعلامية، تعمل إيه في التعليم. البرنامج الانتخابي أنا بقول لحضرتك ده كان تصورنا على التفعيل بهذا الشكل والاستفادة من تجربة على الأرض الواقع، ما جبناش حاجة جديدة. وبخاصة إن عاوز أقول لحضرتك إن الدكتور عبد الرازق السنهوري رحمة الله عليه كان مقدم للبرلمان مشروع قانون عن الزكاة. طيب كنا نعتقد أن الاقتصاد سيشهد توافقا أكثر من السياسة. ما هي الزكاة يا دكتور؟ يعني معلش أنا أستاذن حضرتك، لو أحيلك إلى بعض الكتابات بعتها لحضرتك بالميل وميل حضرتك عندي، هتجد فيها بالفعل مخرج يساند الأبعاد الاجتماعية في الموازنة العامة بشكل جيد. علشان كده الناس اللي بتتكلم في الاقتصاد الإسلامي بتنظر إلى الزكاة على أنها أداة مالية وليست أداة إحسان، لأن كثير من الناس إحنا ما نعمل الزكاة لابد أن يكون عندي قاعدة بيانات دقيقة جدا للفقراء. كنا نتمنى أن نتحدث عن الدعم بشكل مفصل، عن السياسة الزراعية بشكل مفصل، عن مكافحة البطالة بشكل مفصل. طبعا انتهى أو كاد ينتهي وقت البرنامج دون الدخول إلى هذه الأمور، لكن بشكل سريع وموجز، الاختلاف السياسي الذي حدث عما كان قبل 25 من يناير، هل يعتقد كل منكم أنه سوف يؤدي بالفعل، يعني وليس مجرد يعني من على سبيل الأمل والتفاؤل، أنه سيؤدي بالفعل إلى تحسن اقتصادي؟ نبدأ بك أستاذ عبد الخالق.
لا انا شايف ان 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 اي شفافيه او اي تحسن هيحصل في اداء الجهاز الحكومه وفي سياده دوله القانون وفي اعاده جسور الثقه بين وحدات المجتمع الحكومه ومجتمع الاعمال والقطاع العائلي هيؤدي بلا شك الى تحسن في اداء الاقتصاد. دكتور غنيم، يعني انا كنت متفائل ان الاقتصاد فيه اتفاق عليه بعد ما سمعت اللي قال الاستاذ عبد الحافظ. لا ده هيخلق يعني خلافات سياسيه جديده، واعتقد ان ده له اثر سلبي على الاداء الاقتصادي في الفتره القادمه، لان احنا بنعاني من الاختلافات السياسيه بشكل واضح. وكنت يعني مبسوط ان في نوع من التوافق في الجانب الاقتصادي. ما زال التوافق ده موجود بس باستثناء بعض الامور اللي اتقالت، وبالتالي ارجو ان الاحزاب تطلق، خصوصا الاحزاب اللي هي خلاص هتكسب، يعني تطلق برامجها بمنتهى الشفافيه والصراحه للنقاش العام. لان ده انا اول مره اسمع ان الزكاه يجب ان تكون اجباريه. طب ارجع على اي كتاب هيحدث جدل فظيع في المجتمع، مش ما بين الاحزاب، ما بين الاطياف المختلفه. لا انا ارجع حضرتك، خلينا نعود الى مساله الزكاه، دعنا يعني نتخطى هذه المساله. دكتور سامر، هل هو فقط من قبيل التمني الحديث عن ازدهار اقتصادي مقبل على مصر مع ما يعني يعتقد من تحول سياسي سيطرا عليها؟ لا هو مش من قبيل التمني، هو الموضوع في ايدنا، يعني في ايدنا بمعنى ان هو الديمقراطيه، النظم السياسيه الديمقراطيه بتوفر مجموعه من المميزات للنظام الاقتصادي، وبتوفر مجموعه من التكلفه، بمعنى ان هو ما بيجي ندرس تاثير النظم السياسيه على الاقتصاد. يعني انا حتى في الجامعه عندي بعمل محاضره ازاي الديكتاتوريه بتفيد الاقتصاد. صحيح. ونعمل التمرين ده، بنشوف ان هو بيبقى سرعه اتخاذ القرار، مركزيه مش عارف ايه، بتقدر تفرض التكلفه على الناس، ما مش محتاج شعبيه. وفي الفصل بقى اللي هي الديمقراطيه ازاي بتخدم الاقتصاد، برضو فيها حاجات اساسيه بتوفرها، ما بتوفرهاش الديكتاتوريه. فاحنا خلاص احنا مشينا في الطريق ده، خلينا نتكيف معاه بمعنى ايه، نشيله كله كحزمه كده. والاضافه يعني اهم حاجه في الموضوع انا متهيألي بالنسبه لمصر، ودي يعني يعتبر يعني فرصه بالنسبه للديمقراطيه المصريه، ان الديكتاتوريه المصريه ما لهاش انجازات اقتصاديه. فيعني احنا مضطرين ان احنا ناخد الديمقراطيه. كان لها في عهد من العهود، في عهد محمد علي ربما في عهود، ما هي التجربه يعني ما استمرتش. صحيح. شكرا جزيلا للدكتور سامر سليمان. للاسف الوقت انتهى، سوف يقطعون علينا. الديمقراطيه ليست معناها ازدهار اقتصادي تلقائي، هو اعتقد انه كان يعني ذلك كذلك. الدكتور احمد غنيم استاذ الاقتصاد بجامعه القاهره، والدكتور الاستاذ عبد الحافظ الصاوي الخبير الاقتصادي من حزب الحريه والعداله، الدكتور سامر سليمان كان من حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. وشكرا جزيلا لكم مشاهدي ومستمعي بي بي سي على المتابعة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.